فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص توفي قبل يومين وعليه التزام، فهل يجوز لأحد أقاربه أن يقوم بسداد هذا الالتزام وهذا الدين في حين التصرف في ممتلكاته؟ يتبرع له، أما أنه يدفع الدين من باب القرض على التركة لا، يوفى من التركة ويبادر بذلك قبل القسمة وقبل الميراث، وإن لم يكن له تركة وتبرع أحد إخوانه سدد عنه فلا بأس، هذا سنة. أما أنه يسلفه على التركة لا، ما يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.